الديبندنس اسمها ايه؟ سمبل اس كومبلكس. كون الدنيا مرتبطه ببعض ما بقدرش ان انا افصل الدنيا مع بعضها، وبالتالي بقى في كومبلكستي بسبب الديبندنسي. يعني مثلا الديبلويمنت مرتبط بالداتا بيز وهكذا. اهم حاجه كنت ان انا ازاي انتجريت الديفلوبمنت للداتا بيز جوه الـ ALM بتاعتي. طيب خلينا نخش على طول اتكلم معاكم. زي ما احنا شايفين انا عندي دلوقتي في الغالب بيبقى عندي ايه؟ عندي الابلكيشن اللي عليه السورس كنترول بتاعي، تمام؟ وعندي الداتا بيز سيرفر.